تحية ليك أستاذ عفاف وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع. شكرا جزيلا، نتمنوك إن شاء الله تكون بألف خير أستاذ أحليمي. ودائما في إطار بزاف ديال الناس عجبهم السلسلة ديال الحلقات اللي درناها في إطار التشجيع على استهلاك المنتوج المحلي والمنتوج الوطني، ربما كنت تكلمتي أستاذ أحليمي على مجموعة ديال المكونات اللي هي أساسية وللحمد لله بلادنا غنية جدا بها. دائما أستاذ أحليمي مع التعليقات كنلقى التعليقات اللي هي خاصة بالناس اللي عايشين على برا، الناس ديال الغربة، تقول لك طيب احنا شنو غادي نديروا؟ بعض المواد كتكون ما متوفراش عندنا، فشنو هو البديل خصوصا بالنسبة للظرفية الاستثنائية ديال كورونا أستاذ أحليمي؟ هو شوف، أول حاجة أستاذ عفاف، ملي كنجبدوا كورونا كنجبدوا واحد المسألة، وأن كل واحد فينا خصو يدير جلسة مع الذات. غادي جلسة مع الذات غادي يخرج الاستنتاج. الاستنتاج هو أن لا شيء فوق الصحة. اقتصاد نعم، بدون صحة لا. اقتصاد والصحة نعم. وبالتالي إذا كان خير دليل أن الجانب الاقتصادي في العالم كله حبس من أجل الصحة، فأنت كإنسان هذه رسالة كبيرة لك أنك تفكر الصحة ديالك. هذا على الشيء الانترناسيونال. على الصعيد الوطني، المغرب بكل المؤسسات دياله تكافل من أجل أنه يواجه هذه الجائحة. المغرب بكل المؤسسات دياله تعاون ماديا وتضرر اقتصاديا من أجل أنه يواجه هذه الجائحة. علاش؟ إن فهمنا بلي الصحة فوق كل شيء، والفهم ديالنا ما كانش فهم نظري، كان فهم عملي بمواجهة الجيل ديالنا كيواجه واحد الجائحة عملية كتبت له بالملموس أن الصحة فوق كل شيء. جيد، نجيب فيما يخص الجانب الشخصي ديال الإنسان. الجانب الشخصي ديال الإنسان هو أن كل شيء اليوم كيقول لك أنا بغيت ندير مشروع وخصني رأس المال. أنا كنقول هاد الناس، أول حاجة المشروع عندك ورأس المال عندك. خصك باش تصوب رأس المال المادي، ما خصكش تفرط في رأس المال الحقيقي اللي هو الصحة ديالك. وبالتالي اليوم اللي ذكي واللي عارف وفهم الجائحة شنو من موراها، يعني العبرة اللي خصنا نخرجوا منها، وأن الصحة ديالك هو رأس المال اللي انت كتزاد به. والاستثمار الحقيقي يجب أن يكون استثمار في الصحة. فهذه الصحة هذه، باش نجي أنا للسؤال، أن المغرب من البلدان القليلة في العالم، أقول القليلة في العالم، اللي يتوفر على كل مقومات الصحة اللي خصها تكون عند الكائن البشري. مي كتقول وجهات بحرية، مي كتقول فلاحة، مي كتقول طاقات إنسانية وطاقات عقلية والجانب الفكري، مي كتقول ذكاء، مي كتقول طبيعة خلابة، مي كتقول سياحة، مي كتقول هذه الأمور هذه كاملة. كاين اللي راه عنده البترول وما عندوش السياحة، ما عندوش الثقافة الغذائية، ما عندوش الطاقات البشرية. وبالتالي احنا بهذا الشيء هذا ممكن نسرعوا التطور وممكن ندخلوا للتاريخ. فهذا الشيء اش كنقول انا، يا المغرب بكل المكونات دياله، لا للناس اللي عايشين في المغرب ولا للناس اللي عايشين خارج المغرب، الجالية المغربية اللي كنحيوها من هذا المنبر هذا. فالجالية المغربية عندها واحد دور جبار. شنو هو الدور هذايا؟ يتجلى اولا في التعريف بالاصل والاعتزاز بالاصل. وكنشكر كل انسان يعتز باصله، كيقول لك انا من هاد الدوار، من المغرب، من هادي من هادي. هذا حد ذاته خدمه للوطن ديالك. وبالتالي انت كانسان عايش في الغربه، عايش في هادي، حاول انك تستانس بداك الوحشه ديالك للبلد ديالك، انك تعرف به، ان الناس يعرفوا شكون هو المغرب، ان الناس يعرفوا شنو المنطقه ديالك، يعرفوا شنو ثقافتك. لانك نتوما بداك الصوره اللي كتصوروا للمغرب غادي تجيبوا السائح لهذا المغرب هذايا بالبترول ديالنا، اللي هو الطاقات البشريه، اللي هو السياحه الحقيقيه، اللي هو السياحه الايكولوجيه، اللي هي الطبيعه ديالنا الزوينه، اللي هو الاكل ديالنا الزوينين، اللي هو الانسان ديالنا الزوين اللي عنده واحد الضياف. احسن انسان يحسن الضيافه هو الانسان المغربي، وخاصه شمال افريقيا، تونس، الجزائر، المغرب وليبيا. وبالتالي هاد الشريحه من المغرب اللي هي الجاليه المغربيه عندها دور جبار. وبالتالي لابد احنا
في الاهتمامات ديالنا انها تكون عندنا داخله في البرمجه ديال الاهتمامات ديالنا. وحنا في الصحه والسلامه هاد الناس هادو راه ما ناسينهمش، غير هو نظرا لذاك يعني الا بغينا نقولوا الاختيارات المحدوده اللي كيلقاوها في الغربه، فانا كناشد هاد الناس هادوما. كاين اول شيء هو ان من بعد فتفوت هاد كورونا غتولي انت كمغربي حبذا لو ان تطلب هاد المواد هادية من يعني من من من, من المغرب. كاينه حلول اخرى استاذ عفاف واللي لقاوها بعض الاسيويين. نعطيك مثال، مثلا اليابانيين كاين بعض الاكل ديالهم، ها هما فرضوا لنا الاكل ديالهم في المغرب، مي كتمشي انت تقول مثلا السوشي ولا تقول هذه تفرض في المغرب، ولا المغربي كيمشي كيقلب على السوشي. واخا ماشي كنقول انا تفتح على الثقافات مزيانه، ولكن كنشوف الناس سياسات عالميه اللي ولاو حتى ان الان الدوله تدعم، لا في كوريا ولا في اليابان ولا في سنغافوره ولا في العديد من الدول، تدعم صناع المحتوى من اجل التعريف بالثقافه، اللي ثقافه المغرب اكبر من الثقافه هذه. فاول شيء شنو خاصنا نديرو هو اننا نفكروا في المغرب ونفكروا، يعني انت باش نكون عملي، انا مثلا عايش مثلا في شي دوله اوروبيه، شنو غندير؟ كما كنديروا جمعيات، الجاليه المغربيه عندها وزاره ديالها، الجاليه المغربيه عندهم جمعيات ديالهم، وانا شخصيا كنعرفهم شخصيا، جمعيات اللي هي عندها وزن، اقول عندها وزن، يعني راه الناس اللي ما عيدوش ذاك العام مثلا في احدى الدول الاوروبيه راه تكريا مشكل. علاش؟ لان الناس تمايا الاوروبيين وجدوا الاعياد وجدوا هذه وجدوا هذه، هاد المسائل ما ندخلوش فيها، ما عندهم وزن لا في السياسه ولا في الاقتصاد ولا في العلاقات الاجتماعيه ولا في العلاقات الدبلوماسيه ولا هذه الامور هذه كامله. فكيفاش استاذ عفاف واش غيحيروا انهم يديروا اسواق مغربيه تما؟ فشنو خاصنا نديروا؟ انا كنهضر استاذ عفاف على الحلول الجذريه، شنو خاصنا نديروا؟ من بعد كورونا خاصنا نستدعيوا التعاونيات المغربيه، وهادشي راه كيدار، هادشي راه كيدار. خاصنا نستدعيوا التعاونيات المغربيه نجيبها عندي انا مثلا سويسرا، مثلا انا اقطن في سويسرا، شنو غندير؟ غنديروا مؤسسات بيان سور بمساعده الوزاره الوصيه اللي انا كتشتغل على هذه الملفات هذه، غادي نجي ندير انا سوق تضامني في سويسرا، الزعفران غيجيني تال تمايا، الشيشه المغربيه غتجيني تال تما، السوق المغربيه غتجي تال تما، وانا عارف هاد الامكانيه كاينه بشكل سلبي. في فرنسا مثلا كاين بعض التعليقات استاذ احليمي ديال الناس اللي هما في فرنسا تيقول لك هاد الامكانيه كاينه استاذ احليمي في فرنسا، يعني فرنسا كتلقى مثلا اسواق مغربيه. اي لان زرت انا هاد الامكنه استاذ عفاف، انا ماشي كنهضر من فراغ، انا هاد الامكنه زرتهم، راه كتلقى تما الزعفران المغربي، كتلقى زيت ارقان، كتلقى زيت. ونزيد واحد المساله، والجوده عاليه استاذ عفاف، وهذا الشيء فيه نقطه ايجابيه ونقطه سلبيه. نقطة إيجابية أن جميل أننا نديروا جودة عالية، والنقطة السلبية علاش ما نعطيوش هذيك الجودة هنا في المغرب؟ يعني استسمح بعض الناس ما كيهضرش على كل شيء، بعض الناس كيعطيك منتوج للتصدير الخارجي ومنتوج للتصدير الداخلي. هذاك التصدير الخارجي لأن فيه الكيت شار، فيه دفتر التحملات، فيه بزاف ديال الأمور، وعلاش؟ راه أخلاقيا خصك تعطيني المنتوج بحالي أنا المغرب، بحال ما يتصيفطوا لبرا. فهاد الشيء الحلول أستاذ عفاف، لأن حنا ملي بقينا نفكروا في الحلول ما لقينا إلا هاد الحلول هذه. شنو غتنعكس لنا هاد الحلول هذه؟ أولا أنا كمغربي مقيم مثلا في سويسرا، غادي نخرج للسوق التضامني، غنلقى كل شيء. ما عاد تقول لي القزبر والمعدنوس سويسرا ولا بلجيكا ولا فرنسا ولا ايطاليا ولا هذه، راه ولاو دابا كيديروا الزراعه البيولوجيه، وبالتالي في اي دوله دابا ولا يعني ذاك القزبر ما نهضروش استاذ عفاف نباغوا انا القزبر المعدنوس كرافس النعناع وهذه المسائل هذه، راه حنا كنهضروا على قوت ديال بيت الخزين. غتمشي القطاني جيب ديال المغرب، لان نورمالمون استاذ عفاف ليشونج ليبر، التبادل الحر خصو يكون في الجهتين، والقوانين ديال التبادل الحر راه حره. يعني انت كمغربي دير جمعيه ودي التعاونيات المغربيه المنتجه للزعفران، المنتجه للتحميره، المنتجه للقطاني، المنتجه للحبوب، وبالتالي غيولي عندك هذا السوق التضامني هذايا تما. ما كاينش شي حل استاذ عفاف من غير هذا الحل هذا، لان رابح فيه المغرب. علاش؟ لان البي بي ديالو الناتج الوطني الخام عنده تاثير عليه، رابح فيه المواطن المغربي تما يزود مواد، واكثر ربح هو التعريف بهذا الانسان اللي تمايا من غير الجاليه المقيمين تما كيدخل. والله استاذ عفاف الا كيحمقوا على السوق المغربيه،
لان فيها واحد التنوع رهيب جدا. كيقول لك هذا الزعفران منين جاي؟ جاي من التليوين. في كاين التليوين، كاين في المغرب، في كاين المغرب، احنا نستفسر دو السيد ما عارف المغرب، كاين شمال افريقيا، كيدخل كيقلب كيلقى لي زوبرج اعلى مستوى، كيلقى دور الضيافه اعلى مستوى، كيلقى ضيافه اعلى مستوى، هادشي كلنا خصنا نشتغلوا عليه، وبالتالي كيتما جاي هو عاجبو الحال. هذا ما يسمى، هذا شنو سميتو؟ سميتو السائح الاجنبي، ونحن نبحث عن هذا السائح هذايا. نعم. فشوف شحال من قطاع غادي يربح. نعم نعم. سعيد تيقول لي انا في تولوز ما كايناش هذه الامكانيه اخت عفاف. انا اللي بغيت نقول لك سعيد، بحال دابا مثلا فرنسا راه ما تطلقاش في كل مدينه، راه تطلق. نعم. مثلا مدينه، مثلا مشيت يعني لباريس، باريس فيها هذه الامكانيه يعني. نعم. كاين سوق. نعم. اللي هو مغربي، راه تخيل معايا اخ سعيد، راه الكيس ديال الحمام كتلقاه، راه صابون نوار او الصابون البلدي كتلقاه موجود يعني، ماشي في كل مدينه. اي نعم. نعم. في امريكا اللاتينيه، في امريكا اللاتينيه انا هذا هاد الايامات هادي عندنا واحد الدوره تكوينيه فيما يخص الزراعه الايكولوجيه، وواحد وكاينين بعض الناس اللي كيناقشوا هاد الامور هادي. كاينين شي امكانيات في امريكا اللاتينيه اللي ما كاينينش في بعض الدول. نعم. وكاين شي مواد مغربيه اللي كتوصل لبعض المناطق اللي هي مناطق رائعه جدا، وبالتالي هاد الشيء هذا ما كاينش في تولوز. نعم غنقولوا ما كاينش في تولوز. أيه. ولكن كاين في فرنسا. أيه. كاين في باريس. إذا مشيتي مثلا لبروكسل غتلقى كاين في بروكسل. أيه. مشيتي مثلا لتورينو غتلقى كاين في تورينو. وبالتالي هاد وتيلا ما كانتش، حنا كمغاربه عندنا الامكانيه، الوزاره كتشجعنا، الوزاره بالعكس مي غتقول لها حنا بغينا نديروا سوق تضامني اللي نجيبوا فيه مواد اللي هي بيان سور غادي تكون سيرتيفيه، وهذا الجانب القانوني الناس راه كيعرفوه، ما كنهضروش فيه. فكاين هذه الامكانيه، علاش الوزاره ما غتحرمك انت ما تدي العدس المغربيه واللوبيا المغربيه وهذه الامور؟ بالعكس غتسهل لك المسطره، وهذا الشيء اللي بغينا. نعم نعم. هو الشيء ما كنتمناو فعلا استاذ احلمي، كيف ما كنشوفوا مثلا في امريكا ولا في كندا ولا مثلا غير في. نعم. مثلا في لندن معروف على انه كاين مثلا سوق ياباني، كاين سوق صيني، كاين سوق. نعم. هندي. نعم. يعني كتمشي. نعم. كتلقى جميع المواد اللي ممكن تخطر على البال ديالك اللي كتمثل هذا البلد هذا كاينه موجوده. فنتمنوا ايضا بالنسبه للسوق المغربي يعني ما تبقاش غير حكر على دول معينه فقط، مثلا نشوفوها غير فرنسا ولا نشوفوها في بلجيكا او لا نشوفوها حتى في دول اخرى، وهكذا كيف ما شرتي استاذ احليمي راه كل شيء. نعم. رابح يعني على الجهتين. ولا سمحتي لي استاذ عفاف، انا شخصيا كنهضر على راسي. نعم. حنا مادين يدينا لهاد الناس في تعاون من اجل الوطن ديالنا. نعم. يعني على الماده العلميه، على الامور، لان عارف ان هاد الناس هادوما بحال المغرب كيبغيو الجانب العلمي، مستعدين حنايا هاد لي صالون هادو نهضروا على الزعفران، نهضروا على الاغذيه المغربيه، نهضروا على زيت الزيتون المغربي، وهاد الامور هادي كامله كما المغاربه كنقولوا تكون حجه وزياره. نعم. المغربي يستافد، الاجنبي يعرف، المغربي يستافد، والمغاربه يستافدوا، وحنا نعرفوا بالمنتوج ديالنا، ويعرفوا باللي هذا الشيء هذا راه حنا عندنا الجانب العلمي ممكن اننا نمشيو بعيد به. لانه استاذ عفاف سمحوا لي، رامي كتهضر على الزعفران المغربي، راه واحد المساله الناس ما رديلهاش البال. نعم. رامي كنقولوا الزعفران احدى الدول ما غاديش نسميها، الا جيتي الزعفران المغربي كتقول الانتاج، تصور استاذ عفاف الان الناس يصنفون الانتاج بالطوناج. نعم. راه الانتاج لا يصنف بالكميه. الانتاج يصنف بلا كاليتي. الا جيتي تشوف في العالم البيكرو كروسين والكروسين والصفخانة اللي كاينه في الزعفران المغربي، راه ما كاينش شي بلاصه في العالم. نعم. واكثر من هكا استاذ عفاف، يعني ذاك الدوله اللي كتنتج بزاف عرف باللي راه الكاليتي ما غتكونش بحال ذاك الدوله اللي كتنتج اقل. يعني الا مشيتي مثلا احدى الدول اللي كتسمي راسها هي اول دوله منتجه للزعفران، غتجي للمغرب غتلقى كميه اقل، وبالتالي الجوده غتكون طالعه. وهذا الشيء هذا كاين في زيت الزيتون، كاينه في الاسماك، كاينه في الاسماك مثلا لا 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 يعني الواجهتين اللي عندنا احنا اقل عرضه، اقول اقل عرضه للتلوثات في العالم. كاين الان دابا دول اللي عندها نقطه سوداء في البحر ديالها، عندها تلوثات، عندها ديبو، عندها جانب الصناعي ديالها، حط هذاك المواد وهاد الامور. انا كنقول المغرب في هاد الخيرات هادو، واش غنوضوا نخدموا المغرب ولا غنبقاو عا جالسين دايرين يد على يد ونقولوا لا خصني هاديه، لا خصني هاديه، لا خصني. شوفوا استاذ عفاف، شتي انا دائما اخشى ماشي من الناس اللي كيديروا الحاجه الخايبه، من الناس اللي ما كيديروا والو. نعم. راه هذا اللي تخاف منه. اما اللي كيدير الحاجه الخايبه راه كيكري لك التوازن، كيدير لك التوازن، كتعرفها شنو كاين شنو ما كاينش. فنحن نخشى من لا يقومون باي شيء، وهذا هو اللي كيكونوا عاله على المجتمع ديالنا. اما درتي شي حاجه
درتي حاجه خايبه تبارك الله، درتي حاجه زوينه عرفتيها درتي حاجه خايبه عفوا حاجه زوينه تبارك الله، درتي حاجه خايبه غيجيب ربي واحد النهار شي واحد اللي غيصحح لك وعتولي تولي دير الحاجه الزوينه. ولكن حنا نخشى من هادوك اللي ما كيديروا والو، اللي كيتسماو عاد على المجتمع ديالنا، وهذا فرصه اننا نوضوا نخدموا الوطن ديالنا بالتغذيه ديالنا. انت علم الاجتماع، خدم بحث في الثقافه ديالنا فين كاينه القاع ديال الخابيه في علم الاجتماع، في علم التغذيه، في العلم الجانب النفسي، في الجانب الفلاحه، في بزاف ديال الامور. لان من بعد كورونا خصنا نخدموا الوطن ديالنا وعندنا فرصه، سينو غنضيعوا هذه الفرصه. نعم، شكرا كثيرا لجميع الناس اللي كيتفاعلوا من خلال الصفحه الرسميه الميت غاديو عبر فيسبوك، وحنا معاكم صوت وصوره في بث حي ومباشر. ومشكور المشرف عليها هذا الصباح هو هشام بوزروال. نجات كتقول في هولندا اخت عفاف كاين اكبر سوق كيحتوي على المنتجات المغربيه، يعني جميل. موجود يعني كاين في هولندا. اي قالت لي ما ذكرتوش. طيب احنا ذكرنا في التعليق ديالك نجات. كاين بعض الاسئله استاذ احلمي، مثلا بعض الناس تيسولوا على انه نعم. الشعير مثلا قليل فين تيلقاو مثلا في هذه الاسواق. نعم. هذه تنعرفوا نعم. مثلا كاين اسواق اخرى بعد المره استاذ احليمي اللي تتجيب هذيك نعم. المنتجات اللي هي مثلا معروفه بها حنا بلادنا ولكن للاسف ما تلقاوهاش. نعم. عطيتي المثال قبيله بالزعفران مثلا، الناس مثلا نعم. كيسولوا على الشعير، لكن تيقول لك انا الشعير المغربي فين غادي يلقاوه؟ حنا تنعرفوا على انه السوق تيخضع لنظام العرض والطلب استاذ احليمي. فهنا تطرح سؤال تيقول لك ناس انا تنسمع وتنستافد من الحلقات ديال برنامج الصحه والسلامه، ولكن الكثير من نعم. الامور تكلم عليها استاذ احليمي انا ما تلقاهاش متاحه. جميل. هنا استاذ عفاف احنا دابا كفانا من اننا الحلول غير نرقعوا فيها. نعم. دابا احنا كنهضروا على الحلول الجذريه. واخا قبيلتي قلت انايا لا التعاونيات ولا الجمعيات ولا المؤسسات، احنا مستعدين نتعاونوا معاهم كمختصين في التغذيه وكمؤسسات مغربيه اللي انا كنمثلها وهي اكاديميه فن الحياه. أكاديمية فن الحياة أستاذ عفاف رصدات بعض المناطق المغربية اللي كيديروا الشعير. أنا نوصلكم المعاناة ديال هاد الناس. أيه. مثلا إلا مشينا الناس بغاو الشعير بلدي جيد جدا، كاين الزريقة، شنو خصنا حنايا؟ يعني هادشي تضافر المستثمر، ما بقيتش كنسميه مستهلك، وتضافر ديالنا حنا، وتضافر بيان سور الجهود ديال الدولة وجهود ديالنا كامل. نعم كتسمعني استاذ احليمي؟ استاذ احليمي معنا؟ ربما كاين مشكل. طيب سعيده الا سمحتي نعاودو نربطو بالاتصال مره اخرى دائما من خلال برنامج صحه وسلامه. ونذكر كل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا كيف العاده فالارقام دائما هي رهن اشارتكم 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 88 00 60 61 او 62. فمرحبا باتصالاتكم، مرحبا بمشاركتكم وبجميع التساؤلات ديالكم. استاذ احليمي كنظن انه رجع معنا. كتسمعني بوضوح دابا استاذ احليمي؟ تفضل. تفضل. قلت انا استاذ عفاف احنا خصنا نديروا اليد في اليد من اجل خدمه الوطن، واي واحد كيخدم الوطن عارضناه وحاربناه معناتها هاد الناس هادو ما كيحبوش الوطن. فاذا نوضوا كاملين نشتغلوا. كيفاش غنديروا نشتغلوا؟ عطيتي مثال استاذ عفاف ديال الشعير، انا نعطيك كيفاش الاشتغال ديال الشعير، الاستراتيجيه ديال الشعير. لان احنا في الاكاديميه حطينا استاذ عفاف اغلب الاستراتيجيات اللي ممكن اننا نديروا فيهم هاد الامور هادي. أيه. احنا مثلا منطقه ديال مولاي عبد السلام اللي كاينه في النواحي ديال العرائش. أيه. فيها الشعير باقي بلدي حقيقي اصلي، لا هي ولا بوجديان في النواحي ديال القصر ولا هاد الامور هادي. هاد مول الشعير استاذ عفاف مي كيدير الشعير بلدي ما كيديرش ادويه، وبالتالي داك لو غوندومون كيكون عنده ناقص. اييه. غيجي واحد دابا داير الشعير 5 دراهم الى لقيتيه، راك 4 دراهم 5، دابا راه توصل 6، دابا راه داير 5 دراهم. الناس اللي كيعلفوا الله يحسن لهم العوان. 5 دراهم داير. هاد الشعير هذايا اللي غير نتجو بداك الطريقه الا باعو هويا مي يكون ب 4 دراهم ولا 5 دراهم ما غيربحش. والفلاح يعني لو كوتي ايتيك الجانب الاخلاقي يمكنش انا نخلي هاد السيد العام كامل هو كيضرب تماره وفي الاخر داكشي اللي صرفوا يدخلوا لا اقل. هذه ماشي فلاحه، هذا السيد غيسمح لي في الفلاحه. وشنو هو الدليل؟ الناس سمحوا في البلديه مشاو للمدينه. علاش؟ لان كيعيشوا على هذا النيفو هذايا. فشنو خاصني ندير انا؟ شنو هي الحلول اللي خاصني ندير؟ شنو خاصني ندير؟ غنديروا حنا تكتلات، تجمعات داخله فيها الدوله، داخلين فيها التعاونيات، داخلين فيها الجمعيات، داخلين فيها المجتمع المدني. اش غنمشيو؟ غنمشيو هذا الفلاح نقولوا له الله يرحم لك الوالدين، والله يجازيك بخير، والله يخلي لك الصحيحه، ونقولوا له ونديروا له لو سوتيان، ونديروا له الدعم، ونديروا له هذه مزيان.
حنا سيدي غادي نشجعوك، المنتوج اللي نتجتي لنا غنديوه منك. صافي، بشحال مين يكون السوق داير خمسة حنا غنعطيوك سبعة. زدنا هاد السيدة واستدعفها بجوج دراهم في الكيلو، كنقول بالناس انا دخلت عليكم بالله الا زدنا هاد الفلاح جوج دراهم في الكيلو واش ما غاديش نشطوه؟ واش ما غاديش ما كنهضرش على الوسطاء، كنهضر على علاقة مباشرة بالفلاح. كيف ما هذاك اللي كيمشي عند الفلاح وكيقول له البيضة دايرة 30 ريال درهم و50 فرنك، كيقول له انا كنزيدك جوج دراهم. داك الفلاح كيمشي ناصط وضيه وراه حط لك الزبده وحط لك اتاي وحط لك العسل وحط لك الشريحه وحط لك التمر وعطاك داك الكونسيبت وداك البلاصه اللي جلستي فيها، وإلا مشيتي تخلصها في شي بلاصه تخلصها ما هي وما لونها. شوف هاد الامور، شوفوا استاذ عفاف هاد الشيء هذا اللي خصنا نرجعوا له، شي طونك ان ما رجعناش لهاد الشيء هذايا راه ما غنكونوش حلينا المشكل. فغنمشيو عند هاد السيد هذا غنقولوا له سيدي غنعطيوك هاد الثمن وهاد الثمن قدا وقدا، اش غادي يكون هو؟ غيعطينا منتوج جيد، غيرجع للاصل، غادي يعطينا واحد المنتوج اللي هو اللي الناس كيقلبوا عليه. داك الساعه هذا المنتوج غيمشيو هاد الجمعيات غيحطوه في هولندا ويحطوه في فرنسا ويحطوه هادي، ويولي هذا المنتوج كل نهار يزيد عليه الطلب، كل نهار يزيد عليه الطلب، كل نهار يزيد عليه الطلب، حتى يولي هذا المنتوج متوفر. اما المنتوج ما كيحققش ذاته عند الفلاح، والفلاح هو اول سلسله في علم التغذيه، هو الفلاح. شتي بغينا نحلوا المشاكل ديال الصحه خصنا نمشيو عند الفلاح ونجلسوا معاه ونقولوا له الله يجازيك بخير، اقدم مهنه كضرب تماره، الله يرحم لك الوالدين وسمح لنا بزاف. ونجلسوا معاه ونشجعوه ونعطيوه التشجيعات الحقيقيه في هذه الامور هذه. ديك الساعه شوفوا استاذ عفاف ما يبقى يعطينا منتوجات، ديك الساعه تلقى الشعير في اي بلاصه. مي طونكو ان الفلاح استاذ عفاف ينتج الشعير، راه كاينين الناس اللي محافظين عليه، وكاينين الناس استاذ عفاف اللي كيزرعوا عبش ما يخسرش باش يخلي الزريعه، وهذه الزريعه ليست حكر وليست ملك لانسان، فهي ملك البشريه. هذه يعقلوا عليها دائما. شتي استاذ عفاف لي سومونس راه ملك البشريه، راه ملك ديالنا حنا، الارث ديالنا حنا. الشعير راه ماشي جابوه فلان ولا جابته المؤسسه فلانيه، لا، الشعير راه تواتروه الاجداد ديالنا، وهذا عطاه لهذا ووصلتنا حنا كبشريه. اون لو دغوا، عندنا الحق في هذاك لي سومونس وعندنا الحق في هذه الزريعه هذه الاصليه، فخصنا نبحثوا عليها. واش كاينه؟ نعم كاين الشعير بلدي، الزرع نعم كاين الزرع بلدي. مي غيجيو استاذ عفاف شي واحد يسولني يقول لي يعطي على الاقل اهتمام ويقول لك لا انتم فهدي بحثتوا، يلا خويا ورينا هذا الزرع بلدي فين كاين، غنمشي نديك فين عند الناس ونوريك الزرع بلدي حقيقي وشحال ما بغيتي غتلقاه. والناس استاذ عفاف محافظين عليه خمس سنين وست سنين. علاش؟ الناس كتزكي، من كيخرج الزرع كتخرج الزكاه. الزرع الا ما خرجتيش الزكاه غيخسر لك في سيمانه، غيدير لك السوسه، ذاك الرامود سيمانه غيديرو. خلينا على باش الداوي ولا هادي، راه ما الداوي ما ولا هادشي. هاد الناس والله انا استاذ عفاف كنقول الناس واعني ما اقول، تمشيو تشوفوا الناس محافظين على الزرع كيفاش، بالحق الليله اللي كيدخل الصابه كيدخل الصابه كيخرج الزكاه، كيفكر في المسكين. اييه شتي الا ما فكرتيش في المسكين، والله استاذ عفاف هادشي اللي كنقولو وبالتجربه، شتي الا ما خرجتيش الزكاه الحق ديال السائل والمحروم والحق ديال هاد الناس، هذاك الزرع غيدوز عندك سيمانه شهر غيدخلوا الرامود وغيمشي كامل. هادشي راه هادشي خصنا نرجعوا له، داروه الاجداد ديالنا. الا ما رجعناش لهادشي ما غنلقاوش شعير في امستردام، ما غنلقاوش شعير في تورينو، ما غنلقاوش شعير في باريس. نعم، وكيف ما شرتي استاذ احلمي يعني المحافظه على هاد الاشياء الثمينه جدا. واحد الوقت استاذ احلمي ربما وحنا صغار كنا على الاقل كنشوفوا انه العسل الحر كان متاح، كان موجود، يعني كتاكل ذاك العسل وانت على يقين انه راه حر. اليوم بزاف ديال الناس تيقول لك وفين هو العسل الحر؟ وفين لقاه؟ فما بغيناش ما بغيناش نوصلوا في منتجات اخرى لهذا الشيء، ما بغيناش في منتجات اخرى نطيحوا في نفس المشكل. لان ولا اللي كيشري ناوي، سمحوا لي على المصطلح، ما كاينش حسن النيه، ومن حقه ما تكونش عنده حسن النيه. علاش؟ لانه واحد النهار راه سمحوا لي على المصطلح راه زرفوه بواحد المنتوج. حنا هاد الوسطاء خصهم يكون عندهم، يرجعوا وسطاء اخلاقيين. البيع والشراء خصو يكون فيه حاضر فيه الجانب الاخلاقي. كتلقى استاذ عفاف نعطيك مثال استاذ عفاف باش نكونوا صراحه، كتلقى واحد مسكين عنده خمسه ديال الخرفان حياته كامله، هو مقاتل العام كامل، هو مقاتل معاهم باش يبيعهم في العيد، يجيب لوليداتو باش 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 غا باش ياكل القوت اليومي. كيجي واحد واسط العام كامل هو ناعس حتى كيقرب العيد الكبير، وواحد الطريقه كيدير ما كنهضرش على كل شيء باش كيطيحوا له السوق ويرجع مسكين هويا ما جايبش حتى الفلوس العلف.
انا دابا كيشري النخاله ويشري الفول ويشري الشعير ويشري الفاصه. البال دابا راه الثمن ديال البال راه كلشي عارف شحال وصل ديال الثمن. وهذا الفلاح هذا كي غادي يعيش؟ هذا الفلاح هذا راه غيبيع كلشي بالثمن اللي عطاوه وغيدخل للمدينه يمشي يدير اي حاجه. حنا ما بغيناش هاد الموقف نحطوا فيه هاد الفلاحه والنوضو نتعاونوا معاهم. لان الفلاحه راه محطوطين في موقف اللي لا يحسدون عليه. انا كنهضر بالاسم ديالهم لان فريمون عارف الطبقه هذه، الطبقه هذه عارفه من المعاناه الحقيقيه. ولو كنا اننا نهضروا استدعاء عفاف على المعاناه راه هادشي علاش احنا في اطار الاكاديميه استدعاء عفاف عندنا تكوينات، غتكون عندنا ان شاء الله دورات تكوينيه في الخميره البلديه، دورات تكوينيه في تربيه الدجاج البلدي، تربيه الماعز، الغنم، الزراعه المنزليه، الاغذيه المخلله، الدورات غتكون مكثفه من اجل ان الهدف عندنا واحد. شوف حتى شي واحد ما يسيء النية في الاكاديميه ولا في محمد احليمي، لاننا نخدم الوطن من الوجهه ومن التخصص ديالنا، ونحن جنود مجنده وندافع عن ثقافتنا وبشراسه، اقول وبشراسه، كنهضر على الشراسه العلميه ماشي الشراسه الجسديه ولا هذه، لان هذا وطن ديالنا وكنحبوه. اكيد غادي نتواصل مع المستمعين الكرام استاذ احليمي من خلال الارقام الهاتفيه، وناخذ معنا على الخط عبد الله من مدينه طنجه. عبد الله صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك مزيانه؟ الحمد لله سي عبد الله. الحمد لله. اختي بغيت نهضر مع الدكتور احليمي الله يجازيك الخير. تفضل هو كيسمع لي. تفضل. سي احليمي كيف تينا مزيان؟ اهلا وسهلا. معك عبد الله، انا من نواحي الجهه ديالك، انا من جهه الوزان. اش من بلاصه سي عبد الله؟ سقيفه اذا كنت تعرف. الله يودي انا جميع الدواوين عندي معهم قصه. انا من سقيفه. اول حاجه بغيت الرقم ديالك قبل ما يقطع لي الهاتف، الله يرحم لك الوالدين. راني في واحد المشكل عويص عندي ديال الماكله. ماشي عويص، شوف ما تسميهش عويص، سميه مشكل بسيط ان شاء الله. صافي شوف مشكل بسيط. عندي واحد المشكل هذه في الحال، ولكن يعني من الله يرحم لك الوالدين الدكتور احليمي، الا ما وجهني خسرت زباله فلوس في الطبيب، بغيت ما نعمل الرقيه، ما خليت ما عملت شغنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. شنو المشكل ديالك عبد الله؟ شنو المشكل ما ديالك؟ ما كتبلعليش الماكله. اييه. نعم. وكنت خناق من الحناجر ديالي. عملت واحد الراديو على حناجري ب 1300 درهم وقالوا لي ما عندك والو. الغده الدرقيه درتي عليها، درتي ليكوغرافيا للغده الدرقيه. الغده الدرقيه قلبتيها؟ وعملت واحد الراديو كيتعمل على 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 الحجوره 1300 درهم قالوا لي مزيانه. واخا واخا المعده ديالك مشيتي فحصتي المعده ديالك؟ لا ما فحصتش المعده. واخا انا نوجهك ان شاء الله. نوجهك ان شاء الله استاذ احليمي. عبد الله الله يرحم لك الوالدين اللي معطيني الرقم ديالك الله يجازيك الخير. واخا ما تقطعش عبد الله، رجع لعند سعيده عقل راه هي مشكوره وتوري كيفاش ممكن تواصل مع استاذ احليمي. شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه طنجه. اذا المشكل ديال البلع استاذ احليمي. نعم. شوف استاذ عفاف، المشكل ديال البلع نعم عنده علاقه بالجسم كامل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. مزيان حنا نديروا التخصصات، رائع جدا، جميل رائع ان تلقى تخصص في هذا وتخصص في هذا وتخصص في هذا، ونوصلوا كاع نديروا تخصصات في الرجل اليمنيه وفي تخصص الرجل اليسرى، جميل هادشي جميل، ولكن خصنا فوقاش غنجمعوا هذا الجسم؟ شتي راه الحلق فيه يعني جانب عصبي كيحركوا الدماغ. وعنده علاقه، علاش قلت له انا المعده؟ نعطي مثال بسيط. كاينين الناس استاذ عفاف اللي كيتخنقوا دابا، شنو المشكل عندهم؟ خداو لي زي بي بي، لي زينيبيتور دو بومب ا بروتون، مضادات الحموضه. انت عندك مشكل في المعده. المعده فيها الحموضه. هذيك الحموضات المعده راه اغلى من الالماس واغلى من الذهب. نعطيوها عندكم. شتي حموضه المعده؟ اغلى من شتي استاذ عفاف، لو ما كانتش حموضه المعده الانسان يموت ب 24 ساعه. علاش؟ لان هذيك الحموضه هي اللي كتقتل اغلب البكتيريات. كاينه لا بارير الاولى اللي هي اللعاب، سته ديال الغدد، دو باروتيد دو سوماكسيلار دو سوبلانغوال، كيعطيونا يوترونوف ديال اللعاب في النهار. البارير الثانيه هي الحموضه ديال المعده. اغلب الناس اللي عندهم مشاكل في المعده عندكم مشكل في الصمام ديال المعده، كيتسمى لو سفنكتر انفيريور ديال لوزوفاج، الصمام السفلي ديال الصمام. شنو هو؟ بحال القلب، بحال الميوكارد، العضله ديال القلب، هو عضله. وبالتالي الناس اللي عندهم مشكل في المعده راه عندكم مشكله في الصمام. يعني انت شوف استاذ عفاف، انا عندي حموضه المعده، وكلنا عندنا حموضه المعده، بحال هذاك اللي قال لك القولون العصبي، راه كلنا عندنا اعصاب في القولون. اذا ما كنقولوا حموضه المعده راه شي حاجه جيده جدا.
فاش المشكل عندك؟ المشكل عندك في داك الفويت، في داك الصمام كيتحل ماشي في وقته وماشي بطريقته، ماشي بطريقه فيزيولوجيه. كيتحل كيطلع لك الحموضه فين؟ للمارئ، والبطانه ديال المارئ غير مزوده بحمايه ضد هذه الحموضه، كتحس انت بداك الحموضه. كاينين الناس اللي عندهم هذه الخنقه هذه جايه من هذا المشكل ديال هذا الصمام، لان ملي كطلع الجسم كيتلف، ملي كتشعاع واحد لا قدر الله وشرف الله وقدركم كيرد راه كيتلف كيصفار، اي واحد حداك رد راه صفار الجسم، ما كيكونش يعني كيقلب يخرج هذاك الشيء. وبالتالي الصمام عنده علاقه بالقلب، عنده علاقه بالديافراغم، كيف يقولوا شنو هو الديافراغم؟ هو الحجاب الحاجز اللي كيفرق لا بارتي فيسيرال على لا بارتي توراسيك، الجانب الصدري على الجانب ديال الاحشاء ديالنا. شتي هذاك الديافراغم او العفاف هو اللي ينساه الانسان، هو الانسان اللي ينساه. واكبر نسيان هو اننا كنديروا لا بوزيسيون اسيز، الانسان ولا جالس فوق الكرسي، هاد الديافراغم هذا ما كاينش الحركه، فانت القلب ديالك حركه نو تحرك، القلب ديالك عضله تحرك، الصمامات ديالك عضله تحرك. شتي استاذ عفاف في هذا العصر اللي الانسان ما بقاش كيتحرك شنو غنلقاو؟ غنلقاو مشاكل في القولون، غنلقاو مشاكل في لابانديس، هذاك المسرانه اللي كتكون لاصقه في القولون كتعطينا ابانديسيت، هذه كتمشي. وكنلقاو مشكل في لي سفانكتر، وكنلقاو مشكل في القلب، وكنلقاو مشكل في الخصوبه. علاش مشكل الخصوبه؟ يعني القلب ما كيضربش مزيان، الدم ما كيوصلش للاعضاء عند الجنسيه، لا عند الذكر ولا عند الانثى. كاينه مشاكل في الخصوبه، كاينه مشاكل جنسيه، كاينه مشاكل في المعده، كاينه مشاكل في القولون. والصمامات ما هي الا عضله، اذا العضلات ديال الجسم ديالنا ضعيفه. نهار انت غتقوي العضله ديال الصمام ديال المعده غيولي داك الصمام يتسد وما غتبقاش تحس بالمعده. وخصنا نعرفوا باللي المعادن والفيتامينات تمتص في داك البي اش اللي هو ديال المعده، اللي هو اونتر 2 اي 3. الا مشى لك هذا البي اش وخديتي لي زي بي بي لي زينيبيتور دو بومب ا بروتون، البومب ا بروتون كتحبس لاسيديتي ما كتبقاش، كيولي قريب نتايا لخمسه شي خمسه سته، الا وصلت المعده عندك فيها الحموضه سته كارثه استاذ عفاف، ما يعيش الانسان لا حول ولا قوه الا بالله. فاش الاخ الكريم كتوجيه عافاك سير اخويا دير شوف المعده ديالك وشوف لان المعده كدير الخنقه، هادشي اللي معروف، المعده كدير الخنقه. وشوف يعني الرئه ديالك ان شاء الله تكون خير، مي غالبا غالبا ارجح ان هذه المعده هي اللي غيكون فيها هذا المشكل. نعم، نمشيو نستقبلوا مكالمه اخرى هذه المره. معنا فاطمه على الخط من مدينه الدار البيضاء. لاله فاطمه صباح الخير. صباح النور اخت عفاف. مرحبا بك لاله فاطمه. بارك الله فيك، شكرا لكم كاملين والطاقم ميد راديو. مرحبا. شكرا الدكتور احليمي، صباح النور. مرحبا، اهلا وسهلا. بارك الله فيك، رجعتونا للثقافة الأصلية المغربية إن شاء الله. الحمد لله، الله يخليك. الحمد لله مضطرين، ما عندناش منها هروب. الحمد لله. مرحبا مرحبا، بارك الله فيك. بغيت نستشر مع الدكتور أحليمي وعلى مشالي الشم مدة دابا 3 أيام. أيوة. ومن بعد ملي درت تيست خرجت ليا بوزيتيف مات. نعم. ما عندي لا اعراض لا حتى شي حاجه الحمد لله، غير هي انا مخوفه من واحد الدواء. شي كيقول لي شحال من دابا الطبيب استشرت معاه على حساب بواحد الدواء كيعطيوه من المستشفى الخاص ديال هذا ديال الحومه. نعم. المستشفى العمومي. اي المركز الصحي اللي قريب لك. اي المركز الصحي. اي عنده اعراض جانبيه، يعني ما عرفتش واش غادي ناخذ ولا لحد الان. دابا كناخذ لي فيتامين وداك الشيء والماكله يعني ديال الدار عاديه. جيد جيد، يعني كل شيء طبيعي الحمد لله، كل شيء كنكتب لينا بالخميره البلديه وكل شيء. اي حاجه ما كناخذ حتى شي حاجه مصنعه مش حاله ديال الحمد لله، غير هي على هذاك. واخا انا شوف انا غادي نوجهك، انا غادي نوجهك، انا غادي نوجهك. ومع العلم انني كناخذ خديت في هذا واحد التخيطمو ديال على حسب الحمل. واخا غادي نجاوبك ان شاء الله. عندك رغبه في الحمل ان شاء الله لاله فاطمه؟ ان شاء الله. الله يفرحك يا رب، الله يفرحك يا رب. امين اختي عفاف، بارك الله فيك وشكرا جزيلا. العفو، شكرا لك فاطمه. تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. شوفوا استاذ احليمي باش نتفقوا على واحد الحاجه، انا من كثره هاد الاسابيع ما تواصلوا معنا الناس اللي عندهم مشاكل في حاسه الشم، راه كاين الناس اللي وصلوا لاربع سنوات يعني قبل الظرفيه ديال كورونا استاذ احليمي. تنقول لك ما مستقبلا غتولي عندنا واحد النسبه ديال الناس اللي ما كيشموش. لا وشوف لان لحد دابا استاذ احليمي دابا راه وصلنا لانه ما كاينش شي حلقه اللي كتمر وما كيكونش انسان عنده مشكل على مستوى حاسه الشم. شوفوا استاذ عفاف، انا
باش نكون معك صريح. نعم. اشنو واقع؟ نعم نعم فوالا اشنو واقع، هذا هو السؤال اللي غنجاوب عليه. قبل ما نجاوب على اشنو واقع الاخت الكريمه فيما يخص التريتمون، اولا انا غنجاوبك على الجانب ديال التغذيه ديالك، الجانب ديال التريتمون. عاد مشى الطبيب ديالك، السؤال اللي سولتيني انا سوله هو باش هكا نبقى انا في التخصص ديالي. نعم. لان احترام اخلاقيات المهنه كتبدا من لهنايا. لا سولتيني على التريتمون ما نقدرش نجاوبك لانني انا مكون في نمط الحياه. ولك كل الاحترام والتقدير على هذه النقطه لانك تحترم تخصصات استاذ احليمي. وهذا الشيء علاش استاذ عفاف حنايا لا نقبل اي واحد يهضر عاوتاني في المجال ديال التغذيه الا ما كانش الامور مضبوطه. يعني الا كان بيناتنا هذا التبادل وهذا الاحترام غنمشيو مزيان. علاش؟ لان انت بوحدك راه ما تعيش وانا بوحدي انا كنهضر على راسي، انا على راسي ما نقدر استاذ عفاف ما نشتغل ما نقدر نعيش بدون وجود الاخر. انا بالنسبه لي الاخر في حياتي شي حاجه فوندامونتال بعد المره اكثر مني انا، هذا اعترف به. يعني انا من عشاق نحن ولست من عشاق انا، وقلنا هذا هو الشعار من بعد كورونا، خصنا نرجعوا لنحن ما نبقاوش انا انا وبالدارجه كنقولوا راسي يا راسي. ف شنو واقع استاذ عفاف؟ اللي واقع هو ان هذا الشيء كان غيكون في غياب كورونا. فوقاش من هنا واحد المده يعني تقريبا واحد موين تاغم، جات كورونا بالخوف ديالها. لان الانسان انا كنسولك انت ايها الانسان الا تخف؟ اذا تحركت فيك الفطره ديال حب الحياه، وحرك فيك الفطره ديال حب الصحه، لان بالصحه امر بيد الله، ولكن انت كتاخذ بالاسباب، تاخذ بالاسباب. اللي وقع استاذ عفاف هو ان بعض الامراض اللي كانت عاده تبان تسرعت بسبب هذا الخوف. شتي الخوف؟ جميل. علاش؟ خلانا نهربوا من السبع، خلانا نهربوا من الضبع، خلانا نهربوا من التماسيح، وخلانا نهربوا من هذه الامور هذه كامله، ولكن في حدود. اذا انت ملي غتوصل، انا كنقول للناس الحائط ديال الخوف راه كاين. انا مثلا الا سولتيني نعم اعيش الخوف في الحياه ديالي، ولكن شنو كندير؟ قدام داك السور ديال الخوف كنبني السور ديال لو بليزير ديال الامل. مثلا نعطيك مثال، واحد كيشتغل الخدمه مسميها تماره، هذا ديما يبقى في تماره. كل واحد كنمشي استاذ عفاف في الصباح ندي الدري للمدرسه، كسمع واحد الاخت واحد الاخ كيقول لك وعندي عقوبه مع 8 ونص وعقوبه مع 2 ونص. كيفاش؟ جايب ولده للمدرسه فيها عقوبه. وهذا استسمح، غيبتي لو بليزير، شتي الصور ديال المعاناه غيكون عندك اكثر من الصور ديال لو بليزير. الحق الا كنتي كدي ولدك فرحه وهادي وتمشي وتلاقاه بفرحه، بنيتي الصور قدام الصور. لما كنقولش الصور ديال المعاناه ما كاينش، باش انت مثلا تحافظ على الصحه ديالك راه معاناه. انا كنقولها لكم دابا للمستمعين والمستمعات، الصحه راه ماشي سهله. هي نعم وكنتي غدير افور الى مرضتي غدير افور كثر واش توصل لا غيريزون، توصل العلاج. نعم توصل العلاج. فهادشي اللي كنقول انايا، يعني الانسان لما تامن نتايا، تامن بان هاد المرض هذا سيغادر الجسد، خصك تشتغل عليه. ما تجيش الصحه وتلقاها كتباع في السوبر مارشي، عطيني 20 غرام ديال الصحه ولا 30 غرام ديال الصحه ولا هذه. لا، الصحه تشتغل، يعني كيشتغل عليها الانسان 24 ساعه على 24 ساعه، ماشي بقلق، باشياء تمشي انت اللي خاصك ديرها. اللي وقع استاذ عفاف، فقط باش نجاوب هذه المساله ديال الشم، الشم خصكم تعرفوا بلي الشم في هذه التقلبات المناخيه، وواحد المساله استاذ عفاف الناس ما ردولهاش البال، هو ان هذا العام الجو مبدل على الاعوام اللي دازوا. يعني ماشي جو خايب، لا، الثلوج كانت اكثر، الرطوبه كانت اكثر، الامطار كانت اكثر ولكن منتظمه. نعم. وحنا ان شاء الله غنعيشوا هذا الويكاند ديال الامطار ان شاء الله. ايه، فماشي الجو، ماشي الجو ولا خايب، لا، الجو راه تحسن. وانا الاحظ لانني انا انسان ديال الباديه وعشت في الباديه، الاحظ ان الجو يعود تدريجيا للسنوات خلت اللي كنا باقي احنا صغار.
يعني الجو راه تحسن. طيب مثلا واحد يقول لك وراه كاين البرد بزاف، البرد راه كاين، نتايا واش واجهتي هذا البرد وكيفاش درتي واجهتي هذا البرد. ففي هذا الجو استاذ عفاف اللي اكسبسيونيل، لان دوزنا ما ننساوش باللي راه دوزنا واحد عام ديال الكونفينمون، السياره محطوطه في الباركينغ ولا محطوطه في الكراج، الكاميو محطوط في الكراج ولا محطوط في الباركينغ، ما كيتحركش، التلوث ما كاينش، الطبيعه زيانه، الامور زيانه، الطبيعه دارت واحد هذا الجو هذا جاي نتيجه لهذا الشيء هذا، وهذو من الايجابيات. فاللي وقع ان الناس ما عاشوش مع هذا الجو هذايا ومشاو مع واحد الجو اخر، ولات هذه المشاكل هذه، وقعت هذه المشاكل هذه. مشى لك الشم كون متاكد. شوفوا استاذ عفاف، انا حاجه واحده اللي غنقولها للناس، الا كنتي كتعيش مزيان وكتاكل مزيان، كن متاكد باللي الشم سيعود بعد اربعه ايام، بعد اربعه شهور، بعد اربع سنوات. هذه لا محال. علاش؟ لأن الجسم دائما يبحث عن الأصل اللي جا به، خاصة واحد ملي كتلقاه 40 عام، واحد كيقول لك أنا شرفت، علاش شرفتي؟ الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فأنتايا ما نظنش أستاذ عفاف، شي واحد كينعس مزيان، يتحرك مزيان، الجسم ديالو مزيان، كياكل مزيان، ما ترجعلوش حاسة الشم، وأي واحد سولتيه غيقول لك نعم حاسة الشم، أي مختص غيقول لك نعم أون بو ريكوبيري هاد الحاسه هذه ا كونديسيون. شنو هي هاد كونديسيون؟ تغذيه جيده، نمط الحياه الجيد، صحيح النمط، تحيدوا هاد الامور وهاد المسائل هذه كامله. فوالا هذا المشكل اللي واقع، اننا سرعنا المشاكل بهذا الخوف، ان هاد الامور هذه كامله، ولكن هاد الحاسه ديال الشم وكاينه امراض اخرى كتعتبى انت من بعد عتبان دابا، ولكن انت ايها الانسان مهما كان مرضك اشتغل عليه. ما يمكنش استاذ عفاف انا اليوم عرفت راسي مريض وغنبقى عايش غدا كيف ما كنت عايش البارح، وانا اليوم راني عرفت راسي مريض. فاليوم عرفتي راسك مريض، انت ايها الانسان مهما كان مرضك فحاول، يعني المرض كنقصد به انا المرض اللي انت فيك، او لا استفدتي من واحد الانسان مرض حداك، حاول تاخذ العبره. فغدا واليوم في الليل تفكر في داكشي اللي غدير، وغدا بدا تيكزيكوتي التغير وغير حياتك تدريجيا. انا راه يعني هذه المسائل كنهضر عليها، التغذيه لا ما كنقولش للناس بدلوا التغذيه دي فاسون اللي هي دراكونيان، لا، شويه بشويه، اليوم دخل حاجه غدا دخل حاجه، لانني انا متفق معك وهذه كنقولها للناس، كنتي مقتنع بشي حاجه ديرها، كنتي غديرها عاد من اجل انك تقتنع خليك تقتنع ديرها. نعم، لك جزيل الشكر استاذ احليمي. اللي بغيت نقول على انه في اغلب التعليقات استاذ احليمي، نعم، المعلمين والاساتذه اللي دزتي عندهم طيله المسار الدراسي ديالك دائما تياخذوا معك دعوات الخير، لانه اغلب التعليقات كتقول لك الله يرحم من قراك. تمام استاذ، تحيه كبيره لهم، وتحيه لكل الاساتذه والمعلمين اللي مرينا عندهم في المشوار ديالنا الدراسي، اكيد لهم كل احترام وكل تقدير. شكرا لك مره اخرى الاستاذ محمد احليمي، متخصص في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، ومعك بحول الله غادي نبداو الاسبوع المقبل إن شاء الله بداية من يوم الاثنين. لكم تحيات عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون، شكرا لسعيد عقال كانت معي في الإخراج، ومشكورة في استقبال مكالمتكم، والشكر موصول لهشام بزروال كان هو المشرف على البث الحي والمباشر من خلال الصفحة الرسمية الميد غاديو عبر فيسبوك. ما تنسوش أنه تواصلنا كذلك من خلال انستغرام عفاف ماجد أوفيسيال، وخليوا لي جميع التعليقات ديالكم، ممكن أيضا بعض الرسائل تبعتوها حتى من خلال الصفحة الرسمية الميد غاديو عبر فيسبوك، وإن شاء الله طبيعة الحال كنحاولوا قدر الإمكان وربي قدرنا أنه نجاوب على أكبر عدد من التساؤلات. وبعض المرات رحنا عن طريق هذه الأسئلة اللي كتكون كثيرة كنحاولوا أنه نبرمجوا المواضيع اللي كتهمكم، وهكذا تنكونوا جاوبنا على جميع الأسئلة ديالكم والرسائل اللي هي كتوصلنا لا من خلال الانستغرام ولا من خلال الفيسبوك. كذلك ننتقل اللحظة إلى قسم الأخبار رفقة جواد الطاهر.